صلى الله عليه وسلم، وهكذا تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة وحفظوه في الصدور. وهذا هو النوع الأول، وهو النوع الذي كان غالب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الجمع في السطور، وهو درس هذا اليوم، أي مكتوبة. النوع الثالث وسيأتي إن شاء الله في درس قادم الجمع الصوتي، وهذا جمع حديث لم يكن مشهورا في الأزمنة الماضية، وسيأتي إن شاء الله تعالى في درس قادم. اليوم بإذن الله درسنا عن جمع القرآن الكريم في السطور. فما المقصود بجمع القرآن الكريم في السطور؟ السطر المقصود به الكتابة، فالمقصود بجمع القرآن الكريم في السطور أي جمعه مكتوباً في مصحف، هذا هو المقصود به، بخلاف الجمع أي الحفظ يكون في الصدر، والكتابة تكون في الورق وما شابه ذلك من أنواع الكتابة. لكن القرآن الكريم في جمعه مكتوبة مر على مراحل، وهذه المراحل ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمرحلة الثانية كانت في عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، والمرحلة الثالثة كانت في عهد عثمان رضي الله عنه. أما المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمع حفظه في الصدور وهو الأغلب، كان هناك أيضاً كتابة للقرآن الكريم. وسبب هذا الجمع كتابة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، السبب في ذلك ما يعتري بني آدم من النسيان والوهم، فالإنسان من طبيعته أنه ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. إذن فالإنسان من طبيعته أنه ينسى، فحتى لا ينسى هذا القرآن ويضيع سمح النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة القرآن حتى لا يضيع ولا ينساه بني آدم. الأمر الآخر كيف وقصة هذا الجمع؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أو أن الصحابة من تلقاء أنفسهم جمعوه من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع هذا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا للوحي يكتبون الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف عندكم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لكن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من يعرف القراءة والكتابة، وكانوا يكتبون الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا من كتاب الوحي؟ أسماء هؤلاء الذين كانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً كتبوا القرآن. كتاب الوحي كثر، منهم وأشهرهم الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومعهم أيضاً زيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون، لكن هؤلاء أشهرهم وأبرزهم. هؤلاء سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة القرآن، لكن هذه الكتابة لم تكن في مصحف واحد، إنما كانت متفرقة، يكتبون آية، يكتبون صورة، أجزاء من آية. وأين تكون مكتوبة؟ تكون مكتوبة إما في الرقاع أو في جريد النخل وما شابه ذلك، لم يكن عندهم أوراق كأوراقنا الآن،
وأيضاً لم تكن يكون القرآن كله مكتوباً في مصحف واحد، إنما كان مفرقاً. وهنا سؤال، لماذا لم يجمع القرآن إذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد؟ لماذا كان متفرقاً؟ الجواب عن ذلك في ثلاثة أمور. الأول أنه لم تدعو حاجة إلى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم معهم ولم يحتاجوا إلى كتابته، وأيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمن من الخلاف، النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وينزل عليه الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم آمن ألا يختلفوا، بخلاف الأزمنة التي ستأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد يخشى من الاختلاف فنحتاج أن نجمع القرآن. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم فأمن من اختلافهم. الثالث، السبب الثالث، أن القرآن لا زال ينزل، هذا من أقوى الأسباب، لأن الجمع يكون متى أيها الأحبة؟ يكون بعد الانتهاء، إذا انتهى القرآن نجمع هذا القرآن في مصحف واحد. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لا يزال ينزل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا نزلت آية قال ضعوها في الصورة كذا في كذا، وإذا نزلت سورة قال ضعوها في كذا في كذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان، لأن القرآن نزل عليه مفرقا أي منجما كما جاء في الحديث، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية هنا، ضعوا هذه هنا، ضعوا هذه هنا. فلما كان القرآن ينزل متفرقا كانت الكتابات أيضا متفرقة، وأيضا الصحابة لم يكونوا كلهم سمعوا القرآن مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي فيسمع من اثنين أو ثلاثة، وينزل عليه آية أخرى فيسمع منها هكذا. فكان القرآن لما كان نزوله متفرقا كانت الكتابات أيضا متفرقة. إذن نعيد هذه الأسباب. قد يسأل أحد لماذا القرآن لم يجمع كله في مصحف واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى ذلك كما سيأتي من الأزمنة، أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن من خلاف الصحابة لم يختلفوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. الثالث أن القرآن لا زال ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يحتاجوا إلى جمعه القرآن في مصحف واحد. أخيراً ملامح هذا الجمع، هل الجمع هذا يختلف عن الجمع الذي سيأتي بعده؟ بلا شك أن فيه اختلافات. فما أبرز ملامح هذا الجمع؟ أولاً كما ذكرنا أن القرآن الكريم مكتوباً مفرقاً، كما ذكرنا أنه لم يكن في مصحف واحد، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أبرز خصائص هذا الجمع أنه مفرق ليس في مصحف واحد. وأيضاً أن القرآن، هنا ننتبه للنقطة هذه، قد يسأل سائل يقول إذا كان القرآن مفرق إذن قد يكون ضائع، قد يكون في آيات غير موجودة. لا، القرآن كله كان مكتوبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أنه كان محفوظا في الصدور ويحفظونها الصحابة، أيضا كان كله مكتوبا أيضا، لكن مثل ما ذكرنا مفرقا، فالآيات كلها موجودة عندهم مكتوبة. ومن ملامح أخيرا هذا الجمع أنه كتابته كانت خالية من النقاط والشكل. كيف ذلك؟ كان يكتب هكذا بهذه الطريقة. لاحظوا هذه السورة عندكم الآن، إذا أحد استطاع أن يقرأها لاحظوا الآن لا يوجد من علامات هذه الكتابة أن لا يوجد فيها نقاط النون والباء والتاء، وأيضا لا يوجد فيها الحركات الفتحة والضمة، أيضا لا يوجد فيه علامات الوقف، وكذلك لا يوجد فيه الآيات، نهاية الآيات، علامة الآيات، رؤوس الآيات، ولا يوجد فيه أي كتابة أخرى، خالية فقط حروف. لاحظوا هذه السورة، شوفوا الآن بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الرحيم، لاحظوا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لاحظوا لا يوجد إذا، الهمزة غير موجودة والذال نقطتها غير موجودة. فكان هذا المصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المفرق كان غير منقط ولا مشكل وليس له رموز. وقد يسأل سائل الآن كيف يكون هذا القرآن غير منقط وغير مشكل ويقرأ قراءة صحيحة؟ لأن الجواب، لأن لغة العرب هكذا،
وهكذا كانوا يكتبون من غير نقاط ولا حركات، كما هي لغات العالم. أي لغة في العالم وأي شعب في العالم لديهم لغة وليهم طريقة في الكتابة. فبعض اللغات الآن موجودة عندنا لا يضعون نقاط، وأكثر اللغات لم يكن كل اللغات ما عندهم الحركات الضمة والفتحة والكسرة في اللغة العربية، ومع هذا يقرؤون ويحسنون القراءة. فكذلك العرب في كتابتهم القديمة يقرؤون هذه الكتابة ويحسنون القراءة، ولم يحتاجوا حتى الآن إلى وضع النقاط، نقاط الإعجام، ولا إلى الحركات التي تسمى نقاط الإعراب. كذلك أيضا سيأتي في عهد أبي بكر رضي الله عنه وعهد عثمان رضي الله عنه هكذا المصحف كان مكتوب أيضا، إنما أتى في آخر زمن الصحابة، بدأ الآن فكرة اللي هو تنقيط المصاحف وأيضا وضع الحركات على المصاحف. إذن هذه من أبرز وملامح الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق؟ ذكرنا نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان مجموعا كله، لكنه كان متفرقا ليس في مصحف واحد. فلماذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في عهده جمع القرآن؟ وما ملامح وأبرز خصائص هذا الجمع؟ هل هو كان متواصلا لجمع النبي صلى الله عليه وسلم أو هناك اختلاف؟ وهنا نذكر بعض الناس يقول أن أول من جمع القرآن هو عثمان رضي الله عنه، هنا تنبيه أن أول من جمع القرآن هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وجمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه يختلف عن جمع عثمان رضي الله عنه، وسنأتي إليه الآن. السؤال الآن، لماذا جمع أبو بكر الصديق هذا القرآن وأمر بجمعه؟ السبب في ذلك ما حصل في السنة الثانية عشر من الهجرة في استشهاد عدد كبير من الحفاظ وقراء القرآن الكريم. الآن لما وقعت معركة اليمامة مات كثير من القراء، فاحتاجوا إلى جمع القرآن في السنة الثانية عشر من الهجرة. ما قصة هذا الجمع وكيف حصل؟ قصة هذا الجمع ما جاء في الأثر الذي روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت ذكرنا قبل قليل أنه كان من كتاب الوحي. في معركة اليمامة جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات كثير من القراء وحفاظ القرآن، جاء فاستشار أبا بكر رضي الله عنه في جمع القرآن، خاف أن يضيع القرآن لأنه كان محفوظا في الصدور أكثر وكتابة كان متفرقة، فخاف إذا لما مات هؤلاء القراء أن يموت آخرون أيضا فينسى القرآن ويضيع القرآن. فاستشار عمر رضي الله عنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لكن أبو بكر في بداية الأمر لم يرضى هذه الاستشارة، وقال كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر إنه والله خير. وأبو بكر معروف أن يستشير أصحابه كما أن عمر أيضا يستشير أصحابه، فاقتنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه باستشارة عمر، ثم كلف زيد بن ثابت بالجمع، ونادى زيد بن ثابت رضي الله عنه لأنه كان شابا ومن كتاب الوحي، لكن زيد في بداية الأمر أيضا قال كيف نفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر أبو بكر رضي الله عنه لزيد كما قال له عمر إنه والله خير. فهنا أيضا قام زيد بن ثابت بجمع القرآن، هل هو المحفوظ في الصدور أم المكتوب في الصدور؟ هو جمع القرآن المكتوب في الصدور، أما المحفوظ هم يحفظونه. فبدأ في جمع القرآن المكتوب، وأين كان مكتوبا؟ ذكرنا قبل قليل كان مكتوبا في الرقاع وجريد النخل وما شابه ذلك متفرقا. فبدأ يجمع
القرآن المكتوب، وهم يعرفون ترتيبه، حتى أنه ذكروا أن آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخره لم يجدها مكتوبة، يحفظونها. فبحث بثع حتى وجدها مكتوبة عند أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، فجمع هذا القرآن في مصحف واحد، وبقي هذا المصحف عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد وفاة عمر رضي الله عنه انتقل هذا المصحف إلى ابنته أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وبقي عند حفصة إلى زمن وعهد عثمان رضي الله عنه. ما ملامح هذا الجمع؟ يعني أبرز خصائص هذا الجمع، أولاً أن المقصد هو جمع المتفرق، الهدف منه حتى لا يضيع القرآن، كان الهدف أن يجمع المتفرق في مصحف واحد. أيضاً كان الجمع هو للمكتوب، مثل ما ذكرنا قبل قليل، الجمع للمكتوب وليس للمحفوظ، المحفوظ يحفظونه، إنما كانوا يجمعون فقط المكتوب. أيضاً أن أبا بكر أمر أن يكون مشتملاً على الأحرف السبعة وعلى القراءات وعلى اللغات، لذلك لم يكن الرسم واحدا ولا الشكل واحدا، لا زالت هناك أحرف أخرى وقراءات أخرى مختلفة ومصاحف متعددة. من ذلك كانت من قراءة أبي بكر رضي الله عنه وجاءت سكرة الحق بالموت، بخلاف الذي نحفظه جاءت سكرة الموت بالحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقراءات أخرى، بعضها تقديم بعضها تأخير بعضها بلغة أخرى من لغات العرب، فكان جمع أبو بكر في مصحف واحد لكن بقيت مصاحف أخرى متفرقة، إذن لم يوحد المسلمين على مصحف واحد كما سيأتي في عهد عثمان رضي الله عنه. إذن نعيد أبرز ملامح جمع أبو بكر الصديق، أن المقصد جمع المتفرق، هذا الهدف منه في مصحف واحد بسبب موت كثير من الحفاظ، وأيضاً أن الجمع كان للمكتوب وليس للمحفوظ، أيضاً أن المصاحف التي عند أبي بكر رضي الله عنه كانت تشمل الأحرف السبعة. المرحلة الثالثة والأخيرة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان، هذا يدل على أن عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المصحف بقي كما كان في عهد أبي بكر الصديق، فلما جاء عهد عثمان رضي الله عنه جمع القرآن جمعاً ثالثاً وجمعاً آخر. ما سبب هذا الجمع؟ ألا يكفي الجمع الذي جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه؟ ذكرنا قبل قليل أن الجمع الذي كان في عهد أبي بكر صحيح أنه في مصحف واحد، لكن لا زالت هناك أحرف كثيرة ومصاحف متفرقة مختلفة، لذلك خافوا من الافتتان وأن يختلف الناس، هذا عند تقديم وهذا عند تأخير وهذا عند زيادة وهذا عنده حذف في الكلمات، وتسمى هذه القراءات قراءات شاذة، لو أحد منكم فتح المصحف في أي بعض الآيات يجد يقول وفي قراءة شاذة لابن مسعود وفي قراءة شاذة لابن عباس وفي قراءة لأبي بكر وفي قراءة لهكذا، لأنهم كانوا يقرؤون على ما أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون في زيادة للمعنى زيادة للتوضيح وقد يكون هناك نقص. فخاف عثمان رضي الله عنه أن تختلف هذه الأمة كما اختلفوا من أهل الكتاب من قبل، أهل الكتاب الاختلافات بينهم كثيرة، لذلك عندهم الكتاب المقدس الذي يشمل التوراة والإنجيل وما شابه ذلك من الكتابات والقصص عندهم مختلفون فيها، لا يوجد عندهم طبعة واحدة ولا يوجد عندهم اتفاق، فخشي عثمان رضي الله عنه أن تفتتن هذه الأمة وأن يختلفوا كما اختلف السابقون، فبذلك جمعوا القرآن. وهنا نذكر قصة هذا الجمع، القصة كان استشارة من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما فتحت الشام وأذربيجان وغيرها من البلدان ودخل الناس في دين الله،
وكانت المصاحف متعددة، وهذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة وهذا فيه زيادة وهذا فيه نقص في الكلمات وتقديم وتأخير، خشي حذيفة أن تختلف هذه الأمة، فجاء إلى عثمان رضي الله عنه وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا. قال: وما ذاك؟ قال: ذكر له قراءة الناس واختلاف الناس في قراءة القرآن. فهنا كانت هذه النصيحة لعثمان رضي الله عنه من حذيفة سبباً في جمع القرآن. فماذا فعل عثمان رضي الله عنه أول مرة؟ أول مرة أرسل إلى حفصة، أرسل لها لماذا؟ حفصة ماذا عندها رضي الله عنها؟ حفصة عندها القرآن الذي جمع في مصحف واحد في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأرسل إليها لتأتي بالمصحف لينسخوا عليه، يعني إذن اعتمد على ما كتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك كلف زيد بن ثابت، الآن زيد بن ثابت من كتاب الوحي ذكرنا، وهو الذي كتب في عهد أبي بكر، وأيضاً لا زال زيد بن ثابت هو المسؤول عن الكتابة، لكن كلف معه 3 من القرشيين، وسيأتي الآن لماذا وضع قرشيين معه. كلف عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم أجمعين، كلفهم مع زيد، إذا أصبحوا 4 ليجمعوا هذا القرآن. فجمعوا هذا القرآن في مصحف واحد ورسم واحد، في مصحف واحد ورسم واحد، وقال لزيد بن ثابت: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة من؟ بلغة قريش. لذلك أتى بثلاثة من القرشيين، إذا اختلفوا في رسم أو حرف أو ما شابه ذلك فليكتبوه بلغة قريش، لأن القرآن نزل عليهم. ملامح وخصائص هذا الجمع: أنه اعتمد على ما كان في عهد أبي بكر الصديق كما ذكرنا، المصحف الذي كان عند حفصة رضي الله عنها، أيضاً أنه جعل لغة قريش الفاصل عند الاختلاف، أيضاً أنه رتب السور على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول بعض العلماء أن ترتيب السور، ترتيب هذا الصور هو وقفي، أي النبي صلى الله عليه وسلم رتب لهم الصور، لذلك عثمان رضي الله عنه رتب المصحف على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أيضاً أنه ألزم الناس على رسم واحد، وبقية المصاحف المختلفة اللي رسمها يختلف وفيها تقديم وتأخير آيات، هذا حرقها كلها. لذلك في لما ذكرنا قبل قليل، لما تقرأ في كتاب أحد كتاب التفسير، إحدى كتب التفسير، ستجد أنه يقول قراءة شاذة، أن قراءة انتهت، أما الرسم الذي بقي فهو رسم واحد، وهذا هو الذي يسمى بالرسم العثماني، هذا الذي يسمى بالرسم العثماني نسبة إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، رسم واحد، مصحف واحد، وهو الذي بقي إلى يومنا هذا. لكن هنا تنبيه: الرسم كما ذكرنا سابقا من غير نقاط، من غير حركات، إنما أتت بعد ذلك النقاط والحركات. إذن هذه أبرز ملامح هذا الجمع. أخيرا في تدريب في آخر الدرس سنحل هذا التدريب، وهو ملخص لما سبق. مرة جمع القرآن الكريم في مصحف واحد من المراحل، نذكرها سريعا: الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، السبب خشية النسيان البشري، قصتها ذكرنا قبل قليل، كتاب الوحي الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسمح لهم أيضا بكتابة القرآن وقال: لا تكتبوا عني غير القرآن، المنفذون لها كتاب الوحي ذكرناهم قبل قليل. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، سببها استشهاد الحفاظ في معركة اليمامة في السنة 12 من الهجرة، وقصتها استشارة عمر في البداية إلى أبي بكر رضي الله عنه، ثم المنفذون لها زيد بن ثابت رضي الله عنه. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسببها خوف الافتتان والاختلاف في هذه الأمة،
قصتها مثل ما ذكرنا قبل قليل، استشارة حذيفة ابن اليمان ابن اليمان رضي الله عنه، ثم أخذ المصحف من عند حفصة، ثم توحيد المصاحف كلها وحرقها وترك مصحف واحد. المنفذون لها زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن عاص وعبد الرحمن ابن الحارث. هذا يعتبر ملخص لهذا الدرس. أشكر لكم إنصاتكم وأتمنى لكم أن تكونوا قد استفدتم، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.